تقول في سؤالها الآخر: إذا اجتمع سجودان للسهو في الصلاة، أحدهما موضعه قبل السلام والآخر بعده، فهل يكفي سجود واحد مع اختلاف المواضع أم يسجد كل سجود لموضعه؟ إذا سهى عدة مرات في الصلاة فإنه يكفيه سجدتان، ويجوز أن يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، نعم، ولو تعدد السهو يكفيه سجدتان، نعم.